احنا في النسخه 16 ديال المعرض الدولي لمكناس على بعد اقل من شهرين من عيد الاضحى المبارك، ويلاه شهر رمضان الابرك داز بواحد الظروف اللي في حقه مما انه القيل والقال كان كثير قبل شهر رمضان، الا انه بالنسبه للقطيع الوطني، القطيع الوطني بخير. الجمعيه الوطنيه تؤطر واحد العدد ديال الكسابه اللي يمتل تقريبا في حدود 16000 منخرط، يمتلي يكون واحد 4.5 مليون ديال 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 القطيع اللي هو في حدود تقريبا 20% ديال القطيع الوطني. هذا العام الجمعيه الوطنيه كلفت باش طرق ترقم الاضاحي ولا الاضاحي المعده لعيد الاضحى في حدود ديال 8 مليون ديال رؤوس اغنام. حاليا في هذا النهار احنا في 2.6 مليون على بعد يعني هاد الاسابيع اللي بقات لعيد الاضحى. الوتيره اللي خدامين بها تقريبا ترقيم ديال معدل ديال 100000 راس يوميا. عندنا 400 مرقم في جميع انحاء المغرب اللي كيقوموا بهذه العمليه هذه، واللي خدامين السبت وحد وايام العطل باش نوصلوا للهدف المنشود. مين نقولوا هذه الارقام وكنشوفوا الاسواق ونشوفوا المناطق، احنا كمهنيين ومن خلال الاجتماعات مع السلطات العموميه نؤكد انه الوفره كاينه يعني والجوده كاينه، وهذا راجع للمجهود الكبير اللي بذلوا الكساب المغربي اللي موجود في جميع انحاء المغرب، وراجع الدعم اللي عطاته وزاره الفلاحه اللي هو في حدود تقريبا في هذه السنه ونصف كان في حدود 15 مليون ديال القناطر اللي ديال الاعلاف المعدل المواشي اللي تعطات فيه الدعم، بحيث انه لو كان ما كانش هذا الدعم يمكن هذه النتيجه ما نوصلهاش، لانه كما يعلم الجميع ان الخارجين من المشكل ديال كوفيد 19 اللي اثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى القطيع وعلى القطاع ديال تربيه المواشي، سنوات الجفاف اللي تراكمت في جميع انحاء المغرب، الحروب اللي كاينه وهاد التضخمات اللي كاينه على الصعيد الوطني الدولي بحيث انه الحرب الروسيه الاوكرانيه كان لها تاثير كثير، هادو كلهم رفعوا من المدخلات، رفعوا من المدخلات لا ديال القطيع، والتضخم راه واضح للعيان، واضح في جميع المواد الفلاحيه والغير الفلاحيه. بالنسبه من نقولوا القطيع متوفر، هذا يعني كما كيقول المثل الدارجي كل موجود رخيص. الاثمنه ما غاديش ما طالعاش بحال الشكل ديال لو كان كنا نديروا داك الشيء نسبي، الى طلعت المدخلات بواحد 100% حتى القطيع يطلع ب 100%، ما حاليا الكساب كيعمل واحد العمل كبير والارباح ماشي بداك الشيء اللي ينتظر، لانه امام وضع اللي المدخلات طالعين وهو ما يمكنش يطلع الثمن كما بغاه. الاثمنه حاليا يعني انا بالنسبه لي كمهني وك مسؤول على جمعيه اللي كتوصلوا بجميع الاخبار اللي كاينه في الاسواق، الاثمنه طالعه بواحد 10%. المستهلك خصو يعرف مين تكون الامور موجوده راه اصلا هذا مكسب، ومين كنسمع النقص في القطيع واش كاين شي جزار، هذه سنتين اللي عندنا فيها المشكل، واش كاين شي جزار في شي حومه اللي سد، ما كاينش، يعني مين كيكون المنتوج يعني راه ما كاينش المنتوج كاين، والثمن الا كان طار واحد شويه نظرا لهذ الاسباب اللي قلنا. دونك القطيع بخير، المسؤولين ولا السلطات العموميه ضروري خصها تستبق، لانه تخوفا من انه يمكن القطيع الوطني ما يوفرش الاضاحي، فكروا في الاستيراد اللي هو في حدود ما بين 300-600 الف، وإلا درنا 600 الف امام 7 مليون راها ميم با 5%. يعني احنا القرار لا يعني لا نعارضه، لانه مهما كان الحال راه غادي يدخل واحد القطيع اللي يمكن يسولاجي القطيع الوطني، ولكن بالموازاه كنشوفوا بان المواطن المغربي يفضل الاصناف المغربيه. الاصناف المغربيه لها سمعه جد كبيره، وحتى المواطن المغربي حتى ما بين
الاصناف المغربيه كاين كل واحد وكاش كيبغي، كل واحد يبغي الصنف اللي يرتاح له ولا اللي عنده عاده انه يعيد به. المهم انا الحاجه اللي ناكد عليها واللي اطمئن لا المسؤولين ولا المستهلك بانه ان شاء الله الوفره غادي تكون. الاثمنه الا كان واحد شويه ديال الزياده المستهلك خصو يعرف بانه هذه شعيره دينيه وهذه تقربا لله، يعني راه الله سبحانه وتعالى بالنسبه لافدى سيدنا اسماعيل بكبش، يعني ماشي غير هكاك، ماشي عبثا. اذا الانسان خصو يتقرب لله بدون ما يراعي ولا يبقى يضرب الحساب ديال شحال تقام عليا اللحم وشحال. هذه شعيره دينيه من يعني من الشعائر اللي المغاربه كيحترموها وكي يعني يبغيو يتقربوا بها لله. الانسان يتوكل على الله وما يتشطرش بزاف وينويها لله صدقه لله.